وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، يعقد المجلس الحاكم جلسته اليوم لمناقشة أبرز الملفات التي تم طرحها في الاجتماعات السابقة للخروج بتوصيات، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من قرارات بشأن لجنة حقوق الإنسان. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. بداية نرحب بك في نشرة الثالثة في ختام اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي. هل لك أن تطلعنا على أبرز التوصيات التي من المؤمل أن يخرج بها إعلان المنامة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. في الحقيقة اليوم هو اليوم الأخير من أعمال المؤتمر، والآن نحن في الجلسة الختامية. سوف يتم خلال الجلسة الختامية إقرار كافة التقارير التي عدتها مختلف اللجان الدائمة واللجان المؤقتة واللجان التي تعني بقضايا محددة يتم خلالها مناقشة أمور محددة في البرلمان الدولي. أهم ما سيأتي في الحقيقة اليوم هو البيان المنامة الذي سيتضمن خلاصة وافية لكل النقاشات التي تمت خلال الأيام الثلاثة السابقة، بدءا من الجلسة الافتتاحية بالكلمة السامية جلالة الملك، ختاما بجلسة يوم أمس عندما تحدث فيها مجموعة البرلمانيين الشباب. البيان المنامة سوف يكون هو الورقة التي سوف يتم اعتمادها لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الاجتماع في السنوات القادمة. وكما تعلمين سيدتي، فإن البرلمان الدولي بدأ منذ عدة سنوات بمتابعة تنفيذ التوصيات، وهذه بالحقيقة سنة حميدة حتى يتحمل كل برلمان مسؤولية أمام مواطنيه وأمام شعبه. وبالتالي أنا أتوقع اليوم أن يكون البيان الختامي سيصدر بعد دقائق من الآن، وسوف تتم تلاوته من قبل الزميلة هالة رمزي فايز وأحد الزملاء من تشيلي. سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.